عارفين اللي بيكسروا المقاديف أو كده بالظبط. في واحد مشجع واحد مش مشجع. عايز أقول لك فرق عشان تفرق ما بين القلب النقي والقلب الغير نقي عشان تقدر تحكم على نفسك. صاحب القلب النقي يقول في الموقف ده مثلا يقول إيه، سمع أن في مشكلة بين الأباء في كنيسة ما، اللي قلبه نقي يقول أكيد هيوصلوا الحل علشانهم وربنا يبعت سلام للكنيسة دي، ده قلبه نقي فشايف الصورة كده. اللي قلبه مش نقي يقول إيه، يقول أكيد عملوا حاجة ولازم أعرفها علشان أحكم مين الغلطان فيهم. واخدين بالكم؟ خد بالك اوعى تقع في الحكاية دي. مثلا الخادم عامل خلوة للمخدومين، صاحب القلب النقي يقول ايه، انا هعمل اقصى ما عندي من علشان اللي ولادي يستفيدوا. صاحب القلب الغير نقي يقول ايه، انا هتفرج بقى على بقية الخدام هيعرفوا يشتغلوا من غيري، هيعرفوا يعملوا حاجة، هم عارفين قيمتي قد ايه وعارفين اللي يقول يا فيها يا ايه يا خفيه. هو عايز يسيطر بالحكايه ده، هي ده قلبه مش نقي ولا يصلح ان يكون خادما. كنيسه بتبني مبنى، يوم صاحب القلب النقي يقول ايه، انا هكرس عشوري علشان موضوع المبنى ده وهصلي عشان ربنا يبارك في القليل. نظره ايجابيه لقلبه غير نقي يقول ايه، يا ترى كم واحد هيحط في جيبه من الفلوس اللي هيجمعوها في المبنى؟ عارفين اللي بيكسروا المقاديف أو كده بالظبط. في واحد مشجع واحد مش مشجع. واحد راح للافتقاد، أبو قلب نقي يقول إيه، اتكلم يا رب على لساني وبارك في بيت ابنك اللي هزوره. اللي قلبه بقى مش نقي يقول إيه، الولاد دول شقاي قوي وما بيجوش الكنيسة إلا علشاني، ويوم ما غيب مش هيجوا الكنيسة. حبيبي إيه قلبك ده؟ قلبك ما فيهوش نقاوة خالص. بتخدم إزاي؟ بتخدم وتقدم عملك إزاي؟ وقيسه على مرة من المرات كانت كنيسة بتبني مشروع كنيسة جديد، وكان من ضمن الأهل الشعب الكنيسة في واحد مهندس كبير في السن، قصة دي قديمة يعني شوي. فهو عمل تصميم معين بس عمله بفكر قديم، وفي مهندسين في الكنيسة عملوا التصميم بفكر جديد، فكل الناس قالت التصميم الجديد ده حلو. صاحبنا قال لا، يا تعملوا التصميم ده يا هقفل لكم الكنيسة. بره القصة دي مش في مصر. يقفل لكم الكنيسة. فضل معطل مباني الكنيسة حوالي 8 سنين لغاية ما ربنا حلها من عنده يعني. واخدين بالكم؟ ما كناش عارفين نحلها، فنقول له يا رب انت غير المستطاع عند الناس، مستطاع عندك الله. بس بعد 8 سنين يعني نشكر ربنا تحلت وتبنت الكنيسة وبقت زي الفل وهكذا.